حرصت اني اختار الاعمال والفنانين على نمط معين كنخبه من اهم الخطاطين في المملكه من السعوديين والمقيمين، وحرصت انه يكون اخراج العمل او اخراج المعرض على نمط موحد فيه ثيم متحفي وهوية إسلامية على مستوى عالي، حتى نعرف المتذوقين والزوار للمعرض القيمة الحقيقية لفن الخط العربي بهذا المستوى. واليوم الحمد لله جمهور طيب مبارك جميل، التقينا معهم، ومشاركتي في هذه الليلة كانت مشاركة بست أعمال بالخط الكوفي الجلي أو الخط الكوفي المطور، وعندي هذه اللوحة الأولى أسماء الله الحسنى. هذه تجربة بدأت فيها الحمد لله من تقريبا 10 سنوات، وكان الحمد لله السبق اللي فيها على مستوى الخطاطين. مشارك في 4 لوحات، لوحة موسيقى الخط، ولوحة آية الكرسي، ولوحتين هناك وترحل لسمو الأمير بدر، ولوحة أخرى آية من القرآن. بلا شك المشاركة في المعرض شيء كبير مهم، كونه يعني يلمس نخبة من الخطاطين السعوديين والمقيمين، كان لي شرف الحمد لله في هذه المشاركة في مكان مهم مثل نايل جاليري من أفضل الأماكن في المملكة، فبلا شك هذا يعني يعطي حافز كبير في المسيرة الفنية إن شاء الله.